أنا ما عم أفهم أبداً، كيف بدي أروح لعند هداك الزلمة اللي اسمه ستار بعد اللي سواه؟ وأنا مو سهلة علي يا أغا، بس أخي مراد حكى ومش الحال، وأنت سمعته. مظبوط، بس يا ريتني ما سمعت شي. ذو الفقارة أغا، مو مشان ستار، مشان أخي مراد رح نروح. أصلاً لو إنه مو مراد يلي حكى، برأيك أنا كنت رحت لعند ستار؟ إيه ماشي، معناتها لا تزعج حالك، نحن عم بنأدي وظيفتنا أغا، المفروض نعمل اللي علينا. رح نعمل. ليلى عم تحاول إنها تجمع أدلة للدعوة، لازم نلاقي أدلة لحتى ندعمها. طلبت من طلحة تساوي الملف، والكل كمان عم يشتغلوا على هالموضوع. أنت قلت إنه فينا نسبة العلاقة بين الشخص الخاين بالأمن وصقر بخصوص هاي العملية. فينا نسبة هالشي بسهولة بتسجيل الكاميرات اللي بين إيدينا. في أخبار من ذو الفقار آغا؟ ما وصلنا شي لسه. عاكف وينه؟ عارف وقف. عاكف أهلين وسهلين، وصلني خبر من الأمن بخصوص المصاري، رح تطلع من الأمن. لوين بدهم ياخدوها؟ لتثبيت الدليل رح تروح للجنة المحكمة الجنائية. رح ناخد هالمصاري قبل ما تصل لهنيك. ليش هيك عم بتساوي يا راسكولين؟ راسكولين تركني لما كنت رح موت يا ديمتري، أنا بدي أرجع شوفه. والدكتورة قالت رح ترجع لك راسكولين؟ الدكتورة مفكرة إنه أنا راسكولين، غبية، بعرف عليش حالي. ليش هون ما في ولا رصاصة يا ديمتري؟ بلكي راسكولين يلي مفضيه، هو دائما بيحميك. انبسط لاني قوصتك، لو كان راسكولين كان قتلك. تفحص هذا المسدس دائما يا ديمتري، لأنه بسببك ما قدرت أعالج حالي. ماشي يا سكول، رح أفحصه. We'll be right back.
من هاللحظة رح ينفتح الطريق لك يا بلتازار، بس لو انك تركتني ادعس على بوسات وافتح طريقي. انت ما عم تفهم؟ اذا انت جنيت وخلصت على بوسات بدون ما تاخد الاذن منها، المرحلة اللي بعد هي ما عاد فينا نقدم لك الدعم. شو اللي رح يتغير؟ نحن بدنا حدا يقدر يراقب الامور والشغل باسطنبول باسم الهيئة، عم تفهم علي منيح؟ يعني سفير للهيئة؟ برأيي لسه بكير كتير لحتى نحكي كل شي بشكل واضح يا بلتازار، بس انت من هلا ورايح لازم تنتبه منيح على كل خطوة بدك تخطيها، وما رح تقرب من بوسات نهائيا. وإذا هو مكان عائل؟ نحن موجودين. من هلا ورايح أي غلطة بيرتكبها بوسات مو أنت، نحن يلي رح نتدخل. وصلتنا إشارة من زلمتنا يلي بالأمن؟ إيه، سيارة المصاري تحركت هلا. والله كتير عطشت، ممكن تشربني مي؟ أكيد يا أخي. شف لي اليمين فاضي شي. طيب ماشي. يلا مرو. يسلموا أخي. تكرام، صحتين وهنا. سيارة على الطريق الرئيسي، كأنه الوضع كتير مناسب. إذا كل شي تمام خلونا نتواصل مع عاكف. عاكف؟ نعم أينورا. وصلنا خبر إنه السيارة على الطريق الرئيسي وجايين على المنطقة اللي أنتوا فيها. طيب نحن رح نتحرك فورا، خلونا نستقبلهم. عم تتحرك بشكل أبطأ من يلي توقعته بخصوص اختيار أعضاء الهيئة يا فهمي. بالحقيقة بما أنه الكل عرفوا نيتي بعتقد أنه ما في داعي أبداً أني استعجل، بس إذا طول هالموضوع كمان ممكن يصير تغييرات. تعرف أنه في ناس كتار ما بدهم إياك تعمل هيئة قوية. معك حق، أساساً أنا عم أتحرك ببطء لحتى أعرفهم كلياتهم. بعدين قبل ما نأسس الهيئة لازم نخلص كل تجهيزاتنا التانية. حقي، مين من الشباب اللي ممكن يكون إيدنا ورجلنا باسطنبول؟ الشخص اللي ممكن يليق بهي المهمة هو بلتازار. طبعا ممكن إنه نقترح بوسات كمان، بس هو عنيد ما بيسمع الكلام ولا بيطيع الأوامر، ممكن يعمل لنا مشاكل. انت شو رأيك يا جاهد؟ وانا شايف انه الاسماء يلي اقترحها حقي مقبولة، بس ما لازم نقيم بين يلي بيسمع الكلمة ومين لا. نحن لازم نشوف مين بيشتغل احسن من التاني. اذا الصغير ما عم يسمع الكلمة فهالشي مو غلطه، هذا ضعف الكبير. سفير الهيئة باسطنبول رح يكون بنقطة حساسة كتير بالنسبة للهيئة، ورح ينطلب منه كتير أمور مهمة. لهالسبب يلي رح يقعد على هذه الكرسي ما لازم يعمل مشاكل بنوب. أنت بدك شخص ما يعمل مشاكل ويسمع الكلمة، بس الشخص يلي بيسمع كلمتك اليوم ما بتعرف أبدا بكرة إذا كان رح يسمع كلمتك ولا كلمة غيرك. فهمي بك، حضرتك رح تاخذ القرار النهائي، بس برأيي الاسم المناسب لهي المهمة
بلتزار. الشخص يلي أنا برشحه هو بوسات. طالما شايفين هيك بهالحالة نحن ما رح نتدخل. القصة عندن، القوي هو اللي رح يربح. خير أخي؟ ما بعرف، فجأة نعست كتير، عيوني عم تتسكر لحالها. معك حق، السيارة دافية. والله ما بعرف، يمكن. طيب نملك شوي. ليش وقفوا؟ ما بعرف سيدي. انزل شوفهم. يا اخي معقول انك توقف هون؟ تعطلت يا اخي. يلا يا شباب، بسرعه 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 يلا. كل الامور تمام؟ تمام. شو عم يصير معك؟ ليش وقفت؟ كأنه ضاغط الهواء في مشكلة، ما بعرف يا أخي، ما فيها فرام. هلا وقتك؟ نحن مستعجلين كتير. قبل ما تتعبط رمبة الهواء تبع الفرام مستحيل أقدر أتحرك متر من محلي. استغفر الله. وقديش بدك وقت؟ يعني مو كتير، تقريبا شي خمس دقايق وبتعبي هواء وبمشي فورا. لا تضل واقف هون، روح على سيارتك، بالكتير خمس دقايق وبتنحل المشكلة. استعجلوا. شو في؟ ضاغط الهواء معطل بالشاحنة. طيب لازم نستنى شي خمس دقايق. خبر كل السيارات. تحت أمرك سيدي، رح نستنى خمس دقايق هون. ما في معنى وقت كتير يا عاكف، لازم تحاولوا تخلصوا بسرعة. طيب قربنا نخلص، ما ضل وقت، استعجلوا شوي. يلا يا شباب يلا، اطلع بسرعة، روح بسرعة واصحك خليهم يحسوا على شيء. طيب دير بالك. لا تقلق. نعم عاكف. الحمد لله خلصنا المهمة بنجاح، بدلنا المصاري. حلو يا عاكف. تمام، يسلموا ايديكم. واخيرا نجحنا. وانت التانية تضحكي لك شوي، الحمد لله خلصنا من مصيبة كبيرة. ما
يعطيكم العافية. كما عودناكم المفاجآت في قناة حنا بعد ما توفاش، كرهبة جديدة للربح. برافو ليه الكرهبة اللي تربحوها من توا؟ قد ما تبعت حسابات قد ما تربح. شكون باش يربح الكرهبة هذية اللي باش تخرج؟ هذية يد نور الدين الباجي اللي باش تربح الكرهبة. ربحت السيارة. يا مدام فرحانة ولا مكش فرحانة؟ مش فرحانة، مش مصدقة. فرحانة؟ فرحانة ياسر. للمشاركة والفوز ما عليك كان تبعث SMS على الرقم 85 890، اكتب هاشقة وجاوب بصحيح على السؤال. مع قناة حنا بعد انتم ديما رابحين. كل واحدة من هالمدارس أحلى من التانية، بس بتعرف الوضع. رهف ما بدها تترك ماما نازك بنوب. مفهوم، معناها رح نلاقي حل تاني لرهف. أنت إنسان رائع مارتين. يا ترى رح تنضمي ليوم التبرع يلي رح يصير بلندن؟ كنت بتمنى، بس بتعرف إنه هالشي مستحيل بهالوضع. هنري عم يسعى لهالموضوع، هو سمع عن الجمعية تبعنا يا صفية، لهيك هو بده ينضم لجمعيتنا بيوم التبرع. بالوقت يلي بتكون فيه بنت أخي بهالحالة، كيف ممكن أني أعطي وقتي لأطفال غيرها؟ ما فيني، أصلاً الجمعية عم تدير أمورها منيح بدون ما أكون. أنا عم بفهمك كتير منيح، طبعاً أنت عندك أولويات بحياتك وما فيك تخفي مشاعرك تجاه عيلتك، وأنا ما بقبل أني أضغط عليكي. أي شيء رح تعمليه لازم تعمليه وإنتي مقتنعة. بعتقد إنك بتعرفني منيح مارتين، وبصراحة الحكي معك بيريحني كتير، وما بعرف كيف أتشكرك لأنك عم تعطيني من وقتك. وصداقتك بالنسبة إلي مهمة كتير وغالية على قلبي. حبيت أحكي معك على انفراد يا جاهد بخصوص صفية. شكراً لك. صحتين وعافية. لا تاخذي قرار بسرعة بخصوص يوم التبرع، لسه في وقت كتير، ويمكن لوقتها هنري يقدم لنا حلول مناسبة بخصوص التواصل مشان أمور الجمعية تبعنا. شو رأيك؟ أسفة. ألو صفية. نعم جاهد. كيفك؟ منيحة، وانت كيفك؟ ايه بالحقيقة لازم شوفك ضروري يا صفية. تمام، منلتقي. انت وينك لأجي لعندك؟ أنا هلأ مع مارتين. شو رأيك شوفك المساء؟ ماشي. منيحة تماني؟ تمام، لكان المساء بشوفك. طيب، بشوفك. إذا بتحبي منمشي. أي، بيكون كتير منيح. Thank you.
شو عم تعملي هون؟ النائب العام عنده علم، أنا رح شارك بتثبيت الأدلة. طيب ماشي. شغلوا الكاميرات، سجلوا كل الدلائل، ورجينا المصاري. تفضل، هاي المصاري اللي عم تقدموها كدليل؟ التهمة اللي عم تحاولوا تثبتوها ما لها أي أصل. مو ممكن أبداً. صدقني كل الحقيقة رح تظهر عن قريب. أنا كمان بدي نسخة من هذا الفيديو. طيب ماشي يا خانم. إنه أنت صديقي، ما بتصدق قديش برتاح لما بحكي معك. لازم نلتقي دائما. المرة الجاية على حسابك. وقفوا. مين أنتوا؟ اتركونا صاحبتنا. وقفوا. لك اتركوني. يلا فوتوا لجوا لشوف. الظاهر انك دفنت الذهبات بقاع هاي البحيرة يا اندريس سعلب. صحيح يا زهارياس، هاي السمكة قربت من ذهباتي. وشوف عقوبتها كانت الشوي. ليش عم تلبس كفوف؟ هيك تجار السلاح ما بيحبوا يتركوا بصمات بأي مكان بيروحوا عليه. لا تخاف، رح يكون الشغل نظيف. معناها بلا ما نتأخر، شو طلبك؟ تفضل، هاي قائمة بالأسلحة. أنا بدي منك أسلحة تقيلة وكمان روس صواريخ. لوين رح يروحوا هدول؟ ليش إلك علاقة بهالموضوع؟ إيه طبعاً. ولا أنا بعدين كيف رح أقدر أعرف مين زبوني وهو بأي بلد؟ السبب. اسمع، أنا بالأول بروح على أي دولة وبقوي الإرهاب اللي فيها، وسلاح اللي بخمسة ببيعه بليرة واحدة. بعدين بيجي اليوم اللي بيستخدموا فيها الأسلحة وبتنفجر المنطقة، وأنا فورا بروح لعند القوة اللي بدي تحاول تردعهم، يلي هي قوة الدولة يا سعلب. يعني أنا اللي ببيعهم السلاح كمان، بس هاي المرة أنا ببيع السلاح اللي حقه خمسة بخمسة وعشرين، وهيك تشتعل المنطقة أكثر من قبل، ونيرانها رح توصل لباقي المناطق. طبعا باقي المناطق اللي بتخاف إنه توصل للحرب رح يتسلحوا فورا، وحتى لو عندهم كل أنواع الأسلحة رح يقولوا لحالهم ليش ما بناخد احتياطاتنا وليش ما بيكون عنا أسلحة زيادة، وهيك أنا ببيع الأسلحة بسعر أغلى وبتولع الحرب. بيستهلكوا أسلحتهم، وهيك بيصير بدهم أسلحة جديدة.
وكمان هيك بيرجعوا لعندي. مشان هيك يا سالب مهم كتير أعرف هالأسلحة لوين رايحة. رح يروحوا على دولة قريبة، بهالدولة في إلنا أصدقاء بحاجتنا. أنا ما عندي مشكلة بنوب، الشرق الأوسط دائما سوق كبير ومفتوح كمان. طيب أنت إمتى فيك تجهز لي كل الأسلحة؟ أهم قانون بشغلي يا سالب إن يكون جاهز بأي لحظة. معروف الحرب ما بتستنى حدا. معناتها اللي على المكان والزمان اللي رح نتبادل فيه الأسلحة مع الذهبات. أنا عندي فكرة، أنت تبعت الذهبات للمكان اللي بدي إياه، وأنا ببعت الأسلحة للمكان اللي أنت بدك إياه. أنا لازم أخذ الأسلحة وسلمها بنفسي، المهم يعرفوا أنه أنا بعتها. لا ما بيمشي الحال يا سالم، ما بحسن فوتهم لهون. سلمك ياهر بنص البحر بعيد عن المينا، ومن هنيك انت فيك تاخدهم وتسلمهم لمين ما بدك. والذهبات موجودين بالبحيرة. اول ما انا استلم الاسلحة بتلاقي الذهبات صاروا موجودين عندك. اتفقنا، بس ما بدي اي مشاكل. لا تنسى يا سالم الكل رح يموتوا، واخر شي رح يضل هالعالم لتجار السلاح. تعرف ليش؟ لانه بالحرب بس نحنا اللي بنربح. شو القصة أندري؟ قربت الحرب، تجهز. معناتها نحن رجعنا من الأول. أنا لساتني بمكاني. لك أنا لو كنت مكانك قول لا تتردد. ما كنت بعاند، كنت رح أقول لو تعاوننا بيكون أحسن. بيكون أحسن لإلكن ولا لإلي؟ ستار آغا لا تحكي نحن وأنت وكأنه في فرق بيناتنا، هالشغل في خير لإلنا كلياتنا. لإلنا كلياتنا؟ يعني ذوالفقار كمان؟ هلا أنا فكرت بالوضع منيح، لقيت إنه أنت بحاجتي وأنا بحاجتك. هو بالحقيقة فكرت بالوضع بعد هالسنين، رجعت على بلدي. قد ما كان في ورانا رجال، الإنسان بحاجة لحدا يكون موثوق. كتير منيح، نحن جنبك يا آغا، وانت كمان خليك جنبنا مو احسن؟ ماشي تمام اتفقنا، بس في عندي شرط. ستار آغا اذا بدك تكون جنبنا تعال، واذا مالك خاطر لهالشي بلاها لا تعذبنا. شو شروط وما شروط؟ طول بالك آغا، خلينا نسمع ستار آغا، شو هو شرطك؟ لازم انت تعمل لي عزيمة اكل على شرفي يا ذوالفقار. ولك انا بدي العن. طيب لا تاكل هم، رح اذبح جاجتين على شرف ستار آغا. لا مو حلوة بحقي تذبح جاجتين بس. ماشي، انتو اتفقوا وعدوا سوا على نفس الطاولة وانا بذبح لكم قطيع. ما قدرت اجي على حربك مع بوسات، ولو كنت انا جنبك كنا هلا عم نحكي عن واحد ميت. انا ما طلبت منك تجي يا بيتبول، هاي ما انا مشكله، بس الوضع يلي بعصابتك هو المشكله. انا رح اعطيهم درس مرتب ليرجع عقلهم لراسهم.
أعطيهم درس مرتب، لأنه الحرب الحقيقية رح تبلش. لحتى أكون سفير اسطنبول العقبة الوحيدة بطريق بوسات. معناها رح نرجع للعصر القديم، وهيك اسطنبول ما عاد تبقى بلا صاحب. كل ما كنا أقوى يا بيت بول منقدر نوقف قدام بوسات ونحط له حد. طيب شو الخطة؟ رح نحرك الإرهاب باسطنبول، وبعدين أنا باسطنبول رح أكون البطل يلي رح ينهي الإرهاب. كيف؟ بدي منك أنت ورجالك تقلبوا اسطنبول فوقاني تحتاني على كل الناس. في باسطنبول كتير أشخاص مهمين ممكن ينخطفوا بسهولة، وبعد ما تخطفوهم رح تطلبوا فدية، وهنن مشان يقدروا انهم يخلصوا منكم رح يطلبوا المساعدة مني. يعني بهالحالة هنن بيكونوا عم يغرقوا أكتر، وانت وقتها رح تربح كتير مصاري وانا بصير البطل. بس بالأول بتفهم كل رجالك انه العلاقة يلي بيناتنا انتهت، وانه طرقاتنا افترقت وطريقك صار غير طريقي، مشان يصدقوا انه انت عم تخطفهم عن جد وانا رح انقذهم. احكوا مين انتو؟ ليش خطفتونا وجبتونا لهون؟ لك حدا يجاوبني. أنا بترجاكم اتركوها لصفية، هي بس كانت بحاجتي مشان موضوع خاص بعيلتها. مستعد ابقى عندكم وفيكم تاخدوا مني كل يلي بدكن اياه. ما في مشكلة، ما رح نعارض طلبات الأستاذ. وقفوا انتوا لوين بتكون تاخذوه كمان؟